الجزء الثاني من الديسندنج تراكتس اكبر حجما منها، فهي اكسترا لارج شويه عن البيراميدال اللي هي الاكسترا بيراميدال تراكتس. الاكسترا بيراميدال تراكتس هي جزء من سيستم اسمه اكسترا بيراميدال سيستم، مكون من جزئين اثنين، نيوكلياي اند تراكتس. نيوكلياي هي تجمع لنيرف سيلز مكونا ديفرنت ارياز تقع في السي ان اس. ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعضنا. الاكسترا ابدومينال سيستم زي ما قلنا سنترز او نيوكلياي، هي تجمع ارياز. عندنا 8 ارياز مكونه او 8 سنترز مكونه للجزء الاول من الاكسترا ابدومينال سيستم و6 تراكتس. من خلال هذا الدياجرام هنستعرض فيه مع بعضنا السنترز والتراكتس المكونة لهذا السيستم الشهير. من سيكشن في السباينال كورد مكونة الديفرنت فيتشرز بتاعته جري ماتر انسايد وهوايت ماتر اوتسايد. ده كان فوق من السباينال كورد، هنجد المظلة اوبلونجاتا. الفت النظر لحاجة، ده الانتيريور سيرفيس اوف ذا مظلة. الانتيريور سيرفيس اوف ذا مظلة كان فيه 3 بروجيكشنز، كان فيه 3 اليفيشنز قلناها من شوية في المحاضرات اللي فاتت. كان البيراميد على السيرفيس من بره، البيراميد هذا الانتفاخ اللي كان شكلته الكورتيكوسباينال تراكت، وكان في النص الاوليف اللي كنا قلنا عليه ان في انتفاخ اخر اسمه الاوليف اللي كان بتشكله الانفيريور اوليفري نيوكليوس، وكان من اللاترال سايد كان في عندي الانفيريور سيريبيلار بدانكل. اذا في المظله في هذا السكشن كان باين انسايد، كان باين بالداخل انترنالي في اجريجيشن اوف نيرف سيلز مكونه نيوكلياس شهيره اسمها الانفيريور اوليفري نيوكلياس. الانفيريور اوليفري نيوكلياس اللي كانت عامله بلج على السيرفس من بره، دفعت السيرفس ونفخته في صوره انتفاخ اسمه الاوليف. يلي المظله من اعلى كان في عندنا البونس. البونس كان فيها فيستيبلور نيوكلياس، والفيستيبلور نيوكلياس كانت مكونه من قسمين اثنين، قسم يقع في البونس وقسم اخر كان بيقع في المظله مشكلا الفيستيبلور ترايجون. طيب فوق من البونس هنجد الميد برين. الميد برين هلخص لكم اجزاءه بسرعه، سيريبرال ايكوداكت في التلت الخلفي، ورا منها تكتم، قدام منها تجمنتم، والتجمنتم ده كان قدام منه مين؟ السيربرال بدانكل. والسيربرال بدانكل بيتكون من 3 اجزاء، ادي التكتم اهوت وهنا التجمنتم. اما السيربرال بدانكل كان 3 اجزاء، ريد نيوكلياس وسبستانشيا نيجرا وكراس سيربرام. الكراس سيربرام ده ما كانش فيه نيوكليو، ده كان مسار تراكتس اللي قلناه من شويه، كان مسار البيراميدال. التلات تخماس اللي في النص كان كورتيكو سباينال، والخمس اللي جوه الميديال كورتيكو بالبر، والخمس اللي بره لللاترال كورتيكو بالبر. طيب فوق من الميد برين هنجد مين؟ هنجد السيريبرال هيمسفير بالاستراكشرز بتاعته. كان من بره السيريبرال هيمسفير كان جري مطر فيها عدد كبير من الارياز، اشهرهم او كانت واحده من الارياز ديت هي اريا 6 او الاكسترا بيراميدال اريا او البري موتور اريا، واحده من اشهر الاكسترا بيراميدال سنترز اللي كانت موجوده ان فرونت اوف ذا بري ان فرونت اوف ذا موتور اريا. طيب اريا 6 واحده من 6 اكسترا بيراميدال سنترز كانت موجوده في السيريبرال كورتكس، كانت عامله اريا منفصله كده تقع ان فرونت اوف اريا 4. بعد ذلك كانت في عندي البيزل جانجليا اللي كانت مبعثره بداخل الهوايت ماتر. البيزل جانجليا كانت ايه؟ اللي هي كانت اجريجيشنز اوف ارياز اوف جري ماتر انسايد ذا هوايت ماتر اوف ذا سيريبرال هيمسفير، وكان منهم الكوديت نيوكلياس ومنهم اللينتيفورم نيوكلياس، وكانت منهم نيوكلياس تحت الصلامس اسمها سب صلاميك نيوكلياس. يبقى احنا كده ادي اول 4 اكسترا بيراميدال سنترز كانوا موجودين فين؟ في السيريبرال هيمسفير اللي هو اريا 6 والكوديت نيوكلياس لينتيفورم نيوكلياس والسب صلاميك نيوكلياس. طيب
تعالوا نكمل الاربعه اكسترا بيراميدال سيستمز سنترز التانيين. كانت في عند الريد نيوكلياس، الريد نيوكلياس ديت دي نيوكلياس لونها احمر، دي كانت جزء من السيريبرال بدانكل. السيريبرال بدانكل ده اللي هو الموست انتير الانتيريور بارت اوف ذا ميد برين، اللي كون من ثلاث اجزاء، ريد نيوكلياس وسبستانشيا نيجرا والكراس سيريبرا. إذن الريد نيوكلياس هي النيوكلياس الخمسة المكونة للإكسترا بيراميدال سنترز. ننزل تحت شوية هنجد في عندي مين؟ هنجد أنا في عندي لا مش تحت شوية، يعني قدام هنجد السبستانشيا نيجرا اللي هو كان الجزء الثاني من الإيه؟ من السريبرال بودانكل. هننزل تحت كمان هنجد مين؟ هنجد الفيستيبولار نيوكلياس وهنجد الإنفيريور أوليفري نيوكلياس، وفي خلف البرين ستيم كله كان في الريتيكولار فورميشنز. دي كانت الثمانيه سنترز المكونه لمين؟ للاكسترا او للجزء الاول من الاكسترا بيراميدال سيستم. يخرج من هذه السنترز عدد مهول، ملايين الاكسونز، ملايين النيرف فايبرز تمشي كورس واحد وزاوت انتربشن، تمشي كورس طويل من مكان خروجها من كل اريا من الارياز الثمانيه ديت حتى تصل الى الايه؟ الى السباينال كورد. فكانت اول واحده فيهم اللي ايه؟ المجموعه اللي كانت خارجه من ايه؟ الاكسترا بيراميدال سنترز في السيريبرا هيمسفير ونزلوا على تحت. طيب نيوكلياس اخرى اللي كانت ريد نيوكلياس طلعت اكسونز اوف نيرف فايبرز، عملت تراكت اسمها ايه؟ اسمها روبرو سباينال. روبرو جايه من ريد، سباينال وصلت للسباينال كورد. يبقى دي شكل اخر، نموذج اخر من التراكتس المكونه للاكسترا بيراميدال سيستم. خرجت من الريد نيوكلياس وعملت كروس تو ذا اوبوزيت سايد ومشيت لحد ما وصلت لللاترال ايه؟ اللاترال فانيكولاس اوف ذا سباينال كورد. النيوكلياس الثانيه خرجت منين؟ خرجت من التكتم. التكتم كان ده الجزء الخلفي من الميد برين، خرجت منه تراكت بعد ما عمل الديكاستيشن تو ذا اوبوزيت سايد ومشيت كتكتو سباينال تراكت، ثم خرجت من الفيستيبولار نيوكلياس تراكت اخرى اسمها فيستيبولو سباينال تراكت، وخرجت من الانفيريور اوليفر نيوكلياس تراكت اخرى اسمها اوليفو، يبقى اوليفو سباينال تراكت. وكذلك خرج من الريتيكولار فورميشن اللي كانت موجوده في الديفرنت ليفلز اوف ذا برين ستيم تراكتس اخرى، مفيش واحده محدده، دي الاف اسمها الريتيكولو سباينال تراكتس، متجمعه حزمتين، حزم اسمها لاترال ريتيكولو سباينال وميديال ريتيكولو سباينال. يبقى اذا هذا هو الاكسترا بيراميدال سيستم المكون من 8 سنترز مبعثرين في السيريبرال هيمسفير، مبعثرين في الميد برين من خلال التكتم او الريد نيوكلياس او السبستانشيا نيجرا، وتوجد ايضا في الفيستيبولار نيوكلياس اللي في البونس، وتوجد ايضا في الانفيريور اوليفري نيوكلياس في المدلة اوبلونجاتا، ويخرج ايضا من الريتيكولار فورميشن في الديفرنت ليفلز. يخرج من كل من هذه النيوكلياي عدد من التراكتس تسمى باسم النيوكلياس اللي طالع منها، يعني اللي طالع من التكتم تكتو سباينال، اللي طالع من الريد نيوكلياس روبرو سباينال، اللي طالع من الفيستيبولو فيستيبولو سباينال، اللي طالع من الاوليفري اوليفو سباينال، اللي طالع من الريتيكولار فورميشن ريتيكولو سباينال، وهكذا حتى تصل الى السباينال كورد، ويطلع منها بعد كده بقيه الاكسونز تمشي في البريفرال نيرف علشان تشغل مجموعه اكبر من العضلات مكونه للاكسترا بيراميدال سيستم.